اهلا بحضراتكم متابعي اليوم السابع من كل مكان، معاكم في تغطيه خاصه عن حاله الطقس خلال هذه الفتره من داخل مركز الانذار المبكر بمخاطر الطقس، ومعانا الدكتور محمود شاهين. برحب بحضرتك. اهلا بحضراتكم وكل الساده متابعي اليوم السابع. طبعا احنا في حاله استقرار واضحه في الاحوال الجويه في كافه محافظات وربوع الجمهوريه، متاثرين زي ما احنا ما شايفين وفقا لتوزيعات خرائط الضغط، كتله هوائيه بتاثر على جمهوريه مصر العربيه برياح شماليه شرقيه الى حد كبير، طبعا قادمه من شمال الجزيره العربيه. الرياح الشماليه الشرقيه دي هي اللي تسببت في احساسنا بارتفاع طفيف في درجه الحراره في اغلب محافظات الجمهوريه، وده اللي نوهنا عنه في النشره بالامس، وقلنا ان في ارتفاع طفيف في درجه الحراره على اغلب محافظات الجمهوريه بقيم بتتراوح من درجتين الى 3 درجات مئويه، وده طبعا خلال فترات النهار. اللي بيساعد على كده وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا زي ما احنا شايفين، ده اللي ساعد على عدم وجود سحب خلال هذه الفتره زي ما احنا شايفين في صور الاقمار الصناعيه، مفيش سحاب على جمهوريه مصر العربيه خالص. ده معناه ان بزياده في فترات سطوع اشعه الشمس، ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، طبعا السحب كانت بتحجم إلى حد ما أشعة الشمس بتساعد على انخفاض درجة الحرارة، لكن احنا الارتفاع مش هيستمر كتير، وفي نفس الوقت الارتفاعات بقيم طفيفة جدا من درجتين لثلاث درجات. بدأ الليل يطول، بدأت درجة الحرارة الصغرى تنخفض بشكل كبير عن اللي كنا بنشوفه مع نهاية شهر سبتمبر. درجة الحرارة الصغرى على القاهرة ومحافظات الوجه البحري ما تتراوح من 22 ل 23 درجة مئوية في الساعات المتأخرة من الليل، عشان كده بنوصف الطقس انه معتدل في اول الليل لكن بيميل للبرودة في ساعات الليل المتأخرة ومع الساعات الاولى من الصباح. طبعا واحنا خارجين لاعمالنا وانشطتنا اليومية وطلاب الصغيرين في الاطفال الصغيرين في المدارس وايضا طلبة الجامعات ياخدوا بالهم شوية من نوعية الملابس في الساعات الاولى خصوصا اللي بيطلع بعد الفجر. مش هنقول بقى نلبس يعني ملابس الشتوية، لكن بلاش بقى الملابس اللي بنص كم خلال هذه الفترة عشان ما نصابش بنزلات برد، خصوصا اللي بيكون موجود على طرق سريعة او بيقابل الهواء بشكل مباشر على الطرق السريعة، ممكن يصاب بنزلات برد مع انخفاض درجة الحرارة الصغرى ودرجة الحرارة في الصباح الباكر. انما خلال فترات النهار بتزيد فترات سطوع اشعه الشمس، ترتفع درجه الحراره على القاهره ومحافظات الوجه البحري بتتراوح فيها درجات الحراره العظمى من 32 ل 33 درجه، تصل على سواحلنا الشماليه ل 29 و28 درجه مئويه، وعلى جنوب البلاد من 35 ل 37 درجه مئويه شمال وجنوب الصعيد. استقرار في الاحوال الجويه واضح رغم ان احنا في شهر اكتوبر والتقلبات الجويه معروفه انها بتكون في فصل الخريف، الا ان الحمد لله حتى الان لم تتعرض جمهوريه مصر العربيه حتى اليوم وحتى الخمس ست ايام القادمين لاي تقلبات جويه في فصل الخريف. الظاهره الجويه اللي موجوده معانا خلال هذه الفتره هي الشبوره المائيه. الشبوره المائيه بالفعل بتتكون على الطرق الزراعيه والطرق السريعه والقريبه من المسطحات المائيه، بيقل معاها مستوى الرؤيه الافقيه نسبيا، وده بنشوفه الصبح بدري بعد الفجر، واللي بيخرج لغايه الساعه 8 9 صباحا بيحس طبعا بانخفاض شويه في مستوى الرؤيه الافقيه. احيانا بتكون الشبوره كثيفه على الطرق السريعه والزراعيه، لكن بعد الساعه 8 بتبدا تتحسن الرؤيه بشكل كبير وبتتحسن الاجواء باقي اليوم وبتتحسن الرؤيه تماما على كافه الطرق. إن شاء الله هذا الاستقرار في الأحوال الجوية هيستمر معنا على الأقل من 5 إلى 6 أيام قادمة، وفي حالة وجود أي تقلبات جوية بننوه عنها أول بأول إن شاء الله. معروف يا دكتور إن الخريف معروف بتقلبات جوية الحادة والسريعة، ولكن عادة إمتى بتكون فرص الأمطار وإمتى بتكون حالات عدم الاستقرار بتبقى في إمتى التوقيت تحديد فصل الخريف؟ لا، هو طبعا التقلبات الجويه في فصل الخريف ملهاش ميعاد محدد، لكن بتكون مصحوبه لتوزيعات الكتل الهوائيه سواء في طبقات الجو العليا او على سطح الارض. كل التوقعات وكل الخرائط بتشير الى ان الكتل الهوائيه سواء على سطح الارض او في طبقات الجو العليا تشير الى حاله من الاستقرار في الاحوال الجويه، مفيش اي منخفضات جويه متعمقه في طبقات الجو العليا او منخفضات سطحيه تساعد على التقلبات الجويه او ظهور الظواهر الجويه العنيفه اللي ممكن نشوفها في فصل الخريف حتى الان في شهر اكتوبر زي ما احنا شايفين اهو. طبعا في سنوات فاتت كان في حالات عنيفه من عدم الاستقرار في شهر اكتوبر، ده مش معناه ان لازم في اكتوبر نشوف مثل هذه الحالات، طبعا بتختلف من يوم الى من سنه الى اخرى، والتقلبات الجويه بتختلف من شهر الى اخر في فصل الخريف. مشكورك، شكرا جزيلا. العفو.